السلام عليكم ومرحبا بكم في محلكم باسبور كي. نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. فمرحبا بكم جيما والف مرحبا. نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله فيه شي حاجه زوينه، شي حوايج طلبتونا عليهم بزاف راه جبناهم لكم. بحال هذا الكوكوطا تاع اينوكس راه فيهم واحد الثمن اللي زوين، كاين عندنا القرايه على 4 حتى هما. ما تنساوش لي جيم والبارطاج وبقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو، لان راه كاين ان شاء الله ميزه زوينين كاين حتى الشكر ديال المدرسه. فمرحبا بكم كيف جيما، لي جيم والبارطاج. ولا خصتكم شي حاجه واخا ما شفتوهاش عندنا تواصلوا معنا صوروها وريوانا في الواتساب ولا في الفيسبوك راه حنا غادي نجيبوها لكم. اول حاجه غادي نبداو لكم بها هما القرعه تاع على 4 راه كانوا سالوا لينا وعاود رجعوا، كانوا رجعوا لنا في الحمر وفي الصفر. دابا جبنا لكم 4 ديال الالوان. كاين عندنا هذا الحمر هذا راه اللي زوين فيهم بالنسبه للسكر اتاي، تقدر تشري فيهم العطريه، تقدر تشري فيهم لي بات، تقدر تشري فيهم القطنيات اللوبيا وعدس اي حاجه. يعني هادو راه كيليقوا لنا كينفعوا زوينين. هادو راه جاج وعندهم هادو هنا راه اينوكس. الثمن ديال هادو غتاخذهم 4 ديال البياسات 1 2 3 4. الثمن ديالهم معروف 99 درهم 120 درهم غتاخذ من سباستور كيب الثمن ديال 69 درهم. 4 ديال البياسات الثمن ديال 69 درهم. عندنا هاد اللون، كاين عندنا هاد اللون هذا كي تشوفوا معايا، كاين عندنا هاد اللون تاع لينوكس، وكاين عندنا هاد اللون هذا، هذا راه فيه سامبل وفيه هذا اللي فيه كتبه، هذا راه فيه الكتبه، وكاين عندنا هذا راه السامبل ديالو كي تشوفوا معايا. اي حاجه عجبتكم صوروها وتواصلوا معنا راه تجيكم السلعه ديالكم حتى لباب الدار، قلبوها عاد ديك الساعه خلصوا. الناس اللي ما تقدرش تجي راه كاين توصيل، ثمن توصيل اللي هو 20 درهم. جبنا لكم كي تنعرفوا بهذه المناسبه ديال عيد الميلاد دابا كنبغي نديروا البخور في الدار، كنبغي نطلقوا واحد شويه ديال الامداح النبويه واحد شويه ديال الاندلس. كيخصنا ضروري بحال هذا الباك هذا اللي غادي يكون فيه واحد الثمن اللي زوين. هذا البخور كنت قلت لكم الثمن ديالو 20 درهم، هذه ديال البخور كنت قلت لكم الثمن ديالها حتى هي 20 درهم، وهذا البلاطو راه الثمن ديالو 20 درهم. يعني اللي بغيتو تاخذهم غتاخذهم الثمن ديال 60 درهم. هذا واش كنتو كتاخذهم. دابا غادي يبقى لكم اللي بغى هذا الباك كاملو غادي يبقى له الثمن ديال 50 درهم. اللي بغى هذا الباك كاملو غادي ياخذ دابا ب 1000 ريال، بيتي وحده من هادو غتاخذها ب 20 درهم، الباك كاملو كتاخذيه ب 50 درهم. مرحبا بكم الف مرحبا. كاين عندنا هاد العسل راه عاد رجعت، الناس اللي كانوا جاو ما لقاوهاش دابا راه عاد رجعت لينا ديال العسل، الثمن ديالها راه 90 درهم 1800. عقلوا معايا على الثمن، الله يرحم لكم الوالدين، اي حاجه تفرشوا فيها عقلوا على الثمن. كاين عندنا هاد المريشه اللي كانت 80 درهم راه درنا لها 60 درهم، راه بقات واحد الاقبال اللي كبير. كاين عندنا هاد الباك هذا اللي الثمن ديالو 60 درهم، فيه المعلقات، كاين اللي فيه المعلقات وكاين اللي فيه الفرشيطات. كتجينا فيه هاد الحجره من هنايا، الثمن ديالهم اللي هو 60 درهم 1200. كاين عندنا العساله اخرى راه حتى هي جات للثمن ديالها 35 درهم، راه الثمن ديالها 700 ريال 35 درهم. كاين عندنا هاد القراعي راه عاود رجعو حتى هما اللي كيجيو على 4، وفيهم 1 2 3 4 اللي الغطا ديالهم ديال الغزاله، راه الثمن ديالهم اللي هو 99 درهم. كاين عندنا هاد المشرطين وكاين السامبل ديالهم، هادو كلهم هادو 4 كيبقاو 99 درهم. هادو بالنسبه حتى ما تقدر تشريهم السكر واتاي العطريه لي با تقدر تشريو فيهم، حتى بالنسبه لي بونبون الشوكولات اي حاجه بغينا. الثمن ديالهم هادو 4 كيبقاو 99 درهم. اللي بغى البلاطو ديالهم راه الثمن تاعو 60 درهم. كاين عندنا هادو السامبل ديالهم، كاين عندنا هاد السامبل ديالهم كيدير تشوفو معايا راه تا هما 99 درهم. هادو 4 كيبقاو 99 درهم، واللي بغى البلاطو ديالهم راه جايين 60 درهم. هادو راه مازال كاينين اللي كيجيون على شكل تفاحة فيهم 3 ب 99 درهم، البلاطو ديالهم ديال 50 درهم 1000 ريال. كاين عندنا هادي شوفو معايا كيتبدلو فيها الألوان، كيجيونا زوينين هادو، نقدرو نديرهم في بيت النعاس الصالون أي بلاصة بغينا، البيت تاع الوليدات الصغار. الثمن ديالها اللي هو 120 درهم. كاين عندنا في هاد اللون، كاين عندنا في هاد الأبيض هذا كي تشوفوا معايا هنا راه كيتبدلوا فيها الالوان. كاين عندنا هذا الاخر، هذا راه الثمن ديالو اللي هو 120 درهم، الثمن ديالو 120 درهم فقط. ومرحبا بكم دائما الف مرحبا. كاين عندنا هذه القرعه هذه بالنسبه للحليب ولا الزيت ولا اي حاجه بغينا، القياس فيها راه 3 يطرو كتجينا بهذا الروبيني هذا، ها هو الثمن ديالها اللي هو 160 درهم، 3200 ريال 160 درهم. كاين عندنا هذه القرعات بالنسبه لوليدات المدرسه، كاين عندنا هذو راه جاو فيك لانش بوكسات شوفوا لي هادو اينوكس، شي حاجه اللي مزيانه كي تشوفوا معايا اينوكس بالطبع ديالها بالنسبه لوليدات المدرسه ولا حتى الناس اللي يكونوا في الخدمه. عندنا هادي فيها جوج قياسات، كاين هادي وكاينه كبيره ديالها، الثمن ديالهم اللي هو 60 درهم 70 درهم. هادو كيجيو من لامارك كرافت 60 درهم 70 درهم. كاين عندنا هادو وكاين عندنا الشكل الاخر حتى هي فيها صغيره وكبيره، الثمن ديالهم 60 70. مرحبا بكم دائما عاد مرحبا بمحلكم سبورت تركي. كاين عندنا هادو راه عاود رجعوا جميله غرانيت راه عاود رجعت، راه واحد المقلبي جامع كيفاش. كاين عندنا هاد الكاميله راه عاود رجعت لينا، كيجيو فيها 3 ديال القياسات كرانيت، شي حاجه اللي زوينه وما كتلصقش لينا كتشوفوا معايا هنا.
هاد راه ما كيلصقوش لينا كي تشوفوا معايا هنا، راه ما كيلصقوش وما كيحرقوش. القياس اللي فيهم اللي هو 26 سنتيم، 26 سنتيم الثمن ديال هاد 26 سنتيم كتبقى لنا ب 130 درهم، 130 درهم. وكاين عندنا هاد اللي كبر منها شويه، هاد المويانه اللي فيها 28 سنتيم ديالها 130 درهم. وكاين هاد الكبيره هادي عبلنا شطر الرجيم، هادي ديالها 150 درهم. وكاينه كبيره كاع ديالها 170 درهم. كاين ثلاث قياسات، النمره 26 ديالها 2600، النمره 28 3000 ريال، والنمره 30 ديالها 3400. اللي بغى الكاسرونات ديالهم راه شي حاجه مزيانه، راه كاينين كاسرونات ديال عادي تاع 4000 ريال، ولكن هادو راه شي حاجه مزيانه. راه تقول لك مثلا تشري حاجه 180 درهم ولا 200 درهم راه تخدمي بها، راه غادي تلوحيها. اللهم شري واحد الحاجه مزيانه ونبقى تنشوف فيها ديما. كاين هاد لونسومبل ديالهم هادو راه فيه خمسه، ما كيلصقوش حتى هما كيحرقوش وتقال. الا جيتو قلبتهم راه تلقاهم تقال. الثمن ديالهم اللي هو 320 درهم، غنجيب لهم الثمن ديال 320 درهم. كاين عندنا فيهم هاد اللون ها هو، وكاين عندنا هاد اللون هذا داك الحل، شوفوا نتوما اللي بغيتو. كاين هذا وكاين الكحل، وكاينين هاد المقالي ديالهم شوفوا معايا. هاد المقالي راه كاينين في هاد اللون، كاينين كاينين تما في الكري. يعني اي حاجه شفتو راه فيها جوج اللي هو الكري والكحل. الثمن ديالهم راه تاخذ نتوما ب 220 درهم، الثمن ديالهم كيبقاو حتى هما ب 220 درهم. مرحبا بكم دائما، عرف مرحبا بمحلكم اسباس تركي. هذا لونسومبل تا هو راه جا الناس اللي كيبغيو المناسبات، الناس اللي كيمشيو مثلا عندهم عراضه وكتلف ما تعرف اش تي. شوفوا معايا هذا الباك هذا، عندنا فيه 6 ديال الزليف كيجينا بهذا الرشمه هادي هكا، ومع 6 ديال الطباسل ديالو، ومع هاد السوبيره اللي كتجينا بالمعلقه ديالها. هذا الباك هذا كامل اللي كان ديال 300 درهم غتاخذوا دابا 230 درهم، 4600 ريال. عندنا هاد الزواقه هادي اللي وريتكم دابا، وكاين هاد الزواقه اخرى كتجينا مطلعه اللي فيها هاد الرشمه بحال هكا. هذا حتى هي الثمن ديالها بحال بحال كاع 4600 ريال. مرحبا بكم دائما والف مرحبا. كاين هذا الحليب هذا راه جانا كيلقى واحد الاقبال كبير، الثمن ديالو اللي هو 25 درهم. كاين عندنا هذا فاندوش هذا حتى هو راه زوين، الثمن ديالو حتى هو 25 درهم، راه فيه واحد الريحه اللي زوينه. كاين عندنا فيه ديال العنب، كاين عندنا فيه ديال الفاني، كاين بزاف ديال الحوايج. شوفوا معايا كاين ديال الفريز حتى هو، هذا راه الثمن ديالو اللي هو 25 درهم. كاين عندنا واحد القرعه بالنسبه لوليدات المدرسه حتى الناس ديال لاصال. كاين عندنا هذا الموديل، كاين هذا الموديل الاخر، شوفوا اللي عجبكم. هادو راه معروف الثمن ديالهم 69 درهم 80 درهم، في سباس تركي راه جابت لنا الثمن ديال 40 درهم. هادو غتاخذهم الثمن ديال 40 درهم فقط. واي حاجه عجبتكم الناس اللي ما تقدرش تجي صوروها وتواصلوا معنا، راه الفيديو راه الفوق ديالو كاين واحد النمره، صوروا داكشي ديالكم تواصلوا معنا في هذيك النمره في الواتساب، راه تجيكم سلعتكم حتى لباب الدار. كاين عندنا هاد الكيسان هادو بالنسبه للشريب ولا ديال المناضه، نتوما اللي بغيتو ديرهم شوفوا معايا كيجيون على هذا الشكل هذا. المناضه العصير اي حاجه، الثمن ديالهم راه فيهم 6 كيبقاو الثمن ديال 30 درهم. فيهم 6 والثمن ديالهم 30 درهم. كاين عندنا هاد الموديل هادو اللي طوال هما، كاين هاد القصار ديالهم بحال بغيتي تشوف 6 6 راه مزيانه. كاين القصار ديالهم كي تشوفوا معايا هنا، هاد القصار ديالهم حتى هما 6 30 درهم. شوفوا نتوما اللي بغيتو. كاين عندنا هاد لانش بوكس ديال المدرسه ديال الوليدات الصغار، شوفوا معايا. كاين عندنا هاد الموديل هذا زوين، كاين عندنا هاد فيها جوج ديال الطبقات وانوكس من الداخل، والثمن ديالها اللي هو 80 درهم. انا نوريها لكم راه كتحل من هنايا، شوفوا معايا هاد الطبقه الاولى، وكاين عندنا هاد الطبقه الثانيه، وراه بالطبع ديالها راه انوكس وبالطبع ديالها كيعطيونا مع واحد المعلقه وفرشيطه هما كاينين لداخل. الثمن ديالها اللي هو 80 درهم، الثمن ديالها اللي هو 1600. كاين عندنا هاد الموديل الاخر، هاد راه الثمن ديالو 70 درهم 1400. هادو راه الثمن ديالهم 70 درهم. وكاين عندنا واحد الموديل صغير راه ديال 60 درهم 1200. وكاين عندنا هاد العاجين، هادو راه الثمن ديالهم 20 درهم. هادو راه العاجين الثمن ديالهم ديال 20 درهم، شوفوا معايا راه فيهم الوان بزاف، راه فيهم ديال الدراري وفيهم ديال البنات. مرحبا بكم دائما والف مرحبا. كاين عندنا هادو حتى الناس اللي ما خداهمش، هادو راه واعري، هادو راه لقاو واحد الكبار اللي كبير وكبير بزاف. شوفوا معايا هادو راه ديال الميكرووند، راه تقدر تدخلهم الميكرووند اينوكس، وعندهم العطا ديالهم راه سيليكون كيف تشوفوا معايا كيجيونا في هذا الشكل. عندنا فيهم جوج بواطات بحال هكا، وكاين عندنا هذه الكبيره ديالهم، هادو راه زوينين والثمن ديالهم اللي هو 99 درهم. وحتى البوشيطه ديالهم راه كتخلي لنا السخونيه، كتشد لنا السخونيه. هادو الثمن ديالهم اللي وريتكم دابا راه 99 درهم. وكاين عندنا واحد الموديل الاخر، هادو راه كيجينا بهاد البوشيطه بحال هكا، راه كتحافظنا على السخونيه، كنهزوها من هنا. وكاين عندنا هذا الموديل الاخر هذا اللي كيتعلق، اللي كيجينا على هذا الشكل، هذا راه كيتعلق وزايده فيها قرعه. شوفوا معايا عندنا في هاد القرعة تاع لينوكس، عندنا في هاد البواطة الأولى حتى هي راه
طياره اينوكس من الداخل ديال الميكرووند. عندنا فيها البواطه الاولى، عندنا فيها البواطه الثانيه، عندنا فيها البواطه الثالثه، كاين عندنا فيها المعلقه راه اينوكس، كاين عندنا فيها واحد البواطه صغيره بالنسبه لي صوص كما تشوفوا معايا هنا، وعندنا الصاك ديالها وكيدا تشوفوا، وبالقرعه ديالها. هذا الباك كامل الثمن ديالو اللي هو 180 درهم، الثمن ديالو اللي هو 180 درهم. مرحبا بكم دائما اوف، مرحبا بمحلكم اسباس تركي. بالنسبه لي بانيني هاد لي بانيني راه تزاد الثمن ديالهم، ولكن حنا دائما تنقول لكم راه كنحاولوا نجيبوا لكم دائما الجوده وبالثمن اللي اقل. شوفوا معايا اينوكس من الفوق كيجينا ب 1400 واط، الثمن ديالو اللي هو 180 درهم. بالنسبه لي بانيني دابا راه طالعين فواحد الثمن راه خيالي، لان السلعه ديال الطوره كامله تزاد دابا. اسباس تركي راه باقا محافظ عليكم على الثمن 180 درهم. وكاين هذا راه جرانيت كيدا تشوفوا معايا، هذا راه جرانيت واخا تيبان لكم كحل راه جرانيت، هذا راه تيبان الثمن ديالو 4000 ريال. كاين هذا العادي 3600، اللي بغى بانيني شويه ها هو بانيني شويه راه الثمن ديالو اللي هو 6600 ريال. وكاين هذا اللي فيه بانيني ديال الكوف، هذا راه كيتقلب ديال 6600، تخدموا به بانيني وتخدموا به ديال الكوف. ديال الكوف وحده العصاره ديال الوحش راه مازال كاينين، شوفوا معايا تجيب لي كرتونه ديال هاد العصاره ديال الوحش راه كاينه، اللي فيها كاس واحد ديال 4000 ريال، واللي فيها جوج كيسان ديال 4400. هذيك اللي فيها جوج كيسان صغير ديال العطريه وكبيره العصير ديال 4400، راه عندها الموتور نحاس، راه فيها تقريبا 15 الفيتاس كي تشوف معايا هنا اللهم بارك. الجاج راه كطحنوا هادي شي حاجه مثل الجاج اي حاجه كطحنوا. كاين عندنا هذا البانيل ديال الكوك كنعرفوا دابا راه وقيت المدرسه جبت لك الصغير حتى هو، هذا راه الثمن ديالو اللي هو 190 درهم، يعني بعض ما تاخذوا 230 درهم دابا راه ديال 190 درهم، وراه اينوكس وفي 1400 واط، يعني الثمن اللي مناسب اللي ما نلقاوش شي بلاصه اخرى. وكاين عندنا هذا الصغير هذا بالنسبه للناس اللي كيبغيو هذا الصغير، راه كاين حتى هو ديال لاماركت تي اس بي، فيه لا كارونتي ديال العام، يعني 130 درهم راه ما تمن حتى الكارونتي. شوفوا معايا الثمن راه فيه اللوان هذا، الثمن ديالو اللي هو 2600 ريال. اللي بغى بانيني قياس ساندويش واحد مثلا ولا جوج ساندويشات، هذا الصغير هذا راه كاين، كاين هذا الكرانيت ديال 120، وكاين هذا الاخر ديال 110 درهم. شوفوا نتوما اللي بغيتو تراب الثمن ديالو 1000 ريال. وندوزو معكم دابا لهميزه ديال الكوكوت لي اينوكس، راه اينوكس هادي راه كاين الالومنيوم اللي كندوز لكم في الفيديو اللي قبل، ولكن بزاف الناس قالوا لنا جبنا لينوكس، ها هو راه جبناه لكم. شوفوا معايا ديال لامارك ايليت اينوكس، وشي حاجه اللهم بارك راه ثقيله، ملي غتجيو تجربوا راه شي حاجه راه ثقيله اللهم بارك. شوفوا معايا كتجينا بهاد لي ديالها، كتجينا بهاد الكاس ديالها، شوفوا معايا تبارك الله هادي راه 4 يطرو، ملي غتجيو تقلبوها راه ثقيله. هادي اللي كانت الثمن ديالها ديرا 600 درهم 4 يطرو، كانت الثمن ديالها ديرا 600 درهم كتبقى لكم دابا ب 470 درهم، فيها ناقص تقريبا واحد 25%. الثمن ديالها كي قلت لكم دابا راه ديرا 490 درهم 9400 ريال، ولكن اللهم بارك راه شي حاجه اللي ثقيله. الناس اللي كتسول على الكوكوت اينوكس راه طاحت في الثمن، جيو خذوها. كاين عندنا هذا القياس الاخر هذا تاع 6 يطرو اللي كانت الثمن ديالها ديرا 700 درهم، 6 يطرو كانت ديرا 14000 ريال، دابا غتاخذها ب 10600. عقلوا معايا على القياسات، 6 يطرو ديرا دابا 10600. وكاين عندنا هاجي 8 يطرو اللي كانت تيرا 13600، دابا غتاخذها ب 11600. هاجي تاع 8 يطرو كانت تيرا 13600، غتاخذها دابا ب 11600. واللي بغى القياس الكبير راه هو كاع اللي كانت تيرا 800 درهم راه تاع 10 يطرو، القياس الكبير اللي هو 10 يطرو كانت تيرا 16000 ريال، راه غتاخذها دابا الثمن جات 12600. عقلوا معايا على الثمن، غنعاودو معاكم الله يرحم الوالدين. 4 يطرو اينوكس راه طاحوا في الثمن، الثمن ديال 4 يطرو 9400، الثمن ديال 6 يطرو 10600، الثمن ديال 8 يطرو 11600، والثمن ديال الكبيره كاع 10 يطرو 12400 12600 ريال. مرحبا بكم دائما اوف مرحبا. واللي بغى ديال الالومنيوم راه كاين 3 يطرو، اللي بغى ديال الالومنيوم راه كاينين، كاين 2 يطرو راه ديال 140 درهم، كاين 3 يطرو ديال 160 درهم. هاي الالومنيوم 3 يطرو ديال 160 درهم، كاين عندنا 5 7 الكبيره كاع فيها ديال 12 يطرو راه ديال 6000 ريال. مرحبا بكم دائما اوف مرحبا بمحلكم اسباس تركي. بالنسبه للناس اللي يسولون على الشكير راه كاينين، شوفوا معايا كتجينا جبت 3 بياس، هاد راه سالونا راه كانوا سالو بالسيمانه، سالونا بالثلاث ودابا راه عاود جاو. شوفوا معايا بدا هاد الوحش اللي كاين هنا لينوكس، هاد اللي فيها 3 بياس كتجينا على هاد الشكل اللي فيها ثلاثة ديال الرويض، ماشي رويضة وحدة، رد البر هادو اللي كاينين في السوق دابا راه فيهم غير رويضة، هادو راه فيهم ثلاثة الرويض وكيطلعوا مع الدروج. هادو الثمن ديالهم اللي هو 5000 ريال 250 درهم. كاين عندنا هاد الموديل الاخر شوفوا معايا اللهم بارك، حتى هي بثلاثة الرويض دائما ردوا البر، إلا بغيت تشريو ردوا البر. عندنا هذه السيارة ديال 5000 ريال ديال الاولاد راه كلهم ثلاثة الرويض. كاين عندنا هذه الثمن ديالها حتى هي 5000 ريال، كاين عندنا هذه ديال البنات شوفوا معايا هذه ديال البنات راه الثمن ديالها 5000 ريال، كتجينا 3 بياس، هذا راه الصاك بالنسبة لشي حاجة سخونة.
شوفوا معايا هنا راه فيها ديجا السخونيه لداخل. كاين عندنا هذا تروساجي الطياره كتبقى الثمن ديالها 5000 ريال. الناس اللي سولوا على الشاريو راه جا الشاريو الثمن ديالو 100 درهم. كاين عندنا فيه جوج الوان وكاين الاحمر. مرحبا بكم دائما والف مرحبا. جبنا لكم هذا العصاره اللهم بارك. الملقى بالوحشه اللي كنا جبناها في رمضان وكانت سالات لينا ولكن اللهم بارك. شوفوا معايا كتجينا ب 9500 واط. الكاس ديالها فيه جوج ترونس. هذه راه فيها ثلاثه ديال الكيسان باش تعرفوا. الكاس الكبير ديالها فيه جوج ترونس. كاين عندنا فيها العشوار وكاين عندنا فيها هذا ديال العطريه فيها ثلاثه ديال الكيسان. شوفوا معايا الموز ديالها راه الموتور ديالها راه نحاس. فيها الفرفاره يعني ما كتخدمي بها انت راه الموتور ديالها فيه فرفاره كيدور يعني ما عمرها ما غادي تحرق لك. فيها ثلاثه فواحد قلت لكم المانيا 9500 واط. الموتور ديالها راه اينوكس كذا تشوفوا معايا هنا. الموتور ديالها راه اينوكس. الثمن ديالها معروفه في الاسواق ديالها 500 حتى 600 درهم. الباس تركي جابت علينا الثمن ديال 380 درهم. اللي كتسول على عصاره وبغيتي تهني ما عليك لا الا باجي. فيها 9500 واط. الكاس ديالها فيه جوج ترونس. عندك معاها عشوار وعندك معاها الكاس ديال العطريه باش ما بقاش العطريه في الزنقه. دير العطريه في الزنقه وتقاد تا غير بالدار. الثمن ديالها اللي هو وعندك معاها حتى هذا زومي زومي على هذا. عندك هذا باش كتحركي. الثمن ديالها اللي هو 380 درهم. 7600 درهم راه كتجينا على هذا الشكل. الثمن ديالها اللي هو 7600. والموتور ديالها كي قلت لكم راه ديال الموتور ديالها راه اينوكس. كاين عندنا الشكل الاخر شوفوا معايا بحال هذه راه فيها 3 بياس كاين هكا فيها جوج وعندها لا تروسه ديالها. الثمن ديالها ديالها 150 درهم. كاين عندنا هذه اللي كتجينا على واحد الثمن ديالها 110 درهم. شوفوا معايا اللهم بارك راه خياطه راه شي حاجه اللي صحيحه. شي حاجه اللي صحيحه. بغيت نقول الناس اللي كانوا جاوا ما لقاوهمش هما راه عاود رجعوا. الثمن ديالها 110 درهم. كاين هذا اللون كاين هذا اللون الاخر هو حتى هو 110 درهم. كاين هذه بالنسبه للولاد حتى هي 110 درهم. كاين هذه ديال البنات ديال لامارك ام جي راه كنجيب لكم دائما لامارك الطياره. الثمن ديالها 110 درهم. شوفوا شحال مجيب فيها واحد فيها جوج وفيها الثالثه هو. الثمن ديالها 110 درهم وراه صحيح اللهم بارك. عندنا الاخر حتى هو 110 درهم. شوفوا معايا هذه راه اللي فيها 3 بياس الثمن ديالها ديالها 150 درهم. هذه اللي فيها 3 بياس الثمن ديالها 150 درهم. واللي فيها على وحده راه الثمن ديالها 110 درهم. كاين عندنا هذا الصاك شوفوا معايا تبارك الله قداش. هذو بالنسبه للمراه اللي تكون مثلا يلاه والده تلبس فيه الحوايج تاع الدراري الصغار الناس ديال الحمام الناس ديال السبور. راه الصاك هذا راه كبير ما شاء الله. شوفوا معايا قداش تبارك الله زوينه. هذا الصاك راه كبير تبارك الله. عندنا فيه اللوان كاين عندنا هذا اللون هذا كاين هذا اللون هاو كذا. شوفوا معايا راه فيه حتى الجيب هنا صغار بالنسبه اللي بغيتو الرطاعه ولا شي حاجه راه كاين حتى هاد الجيب الصغار جاو لهنا. الثمن ديالو اللي هو ب 100 درهم. شوفوا معايا قداش تبارك الله. هذا راه كيف تيكون بالنسبه للحمام تقدر تشري بالنسبه للوليدات الصغار اي حاجه بغيتي. الثمن ديالو اللي هو ب 100 درهم. كاين عندنا هذا وكاين الكحل ديالو هاو. هذا راه الثمن ديالو كاع 100 درهم. شوفوا اللي بغيتو الثمن ديالهم راه هو 100 درهم. مرحبا بكم دائما والف مرحبا بمحلكم سباس تركي. شوفوا معايا كاين عندنا هذه الثلاثه تبارك الله كتجينا فيها 3 بياس حتى هي. الثمن ديالها 150 واللي فيها على وحده راه الثمن ديالها كتبقى ب 110 درهم. بحال هادو راه الثمن ديالهم 110 درهم وراه فيهم ديال الاولاد وديال البنات. شوفوا معايا هادو راه حتى هما 110 درهم راه فيها جوج تروات تي. الثمن ديالهم راه حتى هما 110 درهم. كاين الزقه ديالها حتى هي. كاين هاد الصغار راه هادو الصغار كذا شنو كاين هاد الصغار هادو راه 80 درهم. دابا كانوا 90 درهم دابا راه تاخذهم 80 درهم حيت مطرق. هادو راه الثمن ديالهم كيبقاو دابا 80 درهم. شوف لي الخبز ديالهم باقي. كاين فيها هاد اللون الاخر هو 88 درهم. كاين فيها هذا ديال الاولاد وكاين هذا ديال البنات. تقريبا حتى 4 ديال الوان كاع الثمن ديالهم اللي هو 80 درهم. كاين هاد اللون الاخر حتى هو الثمن ديالو 80 درهم. عندنا فيها الاول جوج فيها ثلاثه ديال الجياب ومع هاد لا تروسا. هاد راه الثمن ديالها اللي هو 80 درهم. يعني اول ما تاخذها 830 درهم تبقى لكم دابا 80 درهم 1600. كاين هاد الغوص حتى هو راه الثمن ديالو 80 درهم. دابا كاين هاد الطناجر راه جاو عندنا فيهم قياسات. شوف معايا اللي كانوا يسولون عليهم بزاف الناس هما راه جاو اينوكس شي حاجه اللي مزيانه كيجينا من لامارك إليت اينوكس. هاد راه بالنسبه ل نشوف لكم القياس اللي فيهم. كاين عندنا هادي فيها النمره 24 كذا شوفوا معايا اينوكس الثمن ديالها ب 4600. النمره 24 الثمن ديالها 4600. كاين عندنا النمره كاين عندنا النمره 28 الثمن ديالها 5600. اجرى النمره 28 الثمن ديالها ديال 5600. وكاين عندنا فيها النمره 32 اجرى 32 الثمن ديالها ديال 6600 ولكن راه ثقيله اللهم بارك. شوفوا معايا تبارك الله راه ثقيله
6600، وكاين عندنا النمرة 36 ديالها 480 درهم، هذه راه النمرة 36 الثمن ديالها 480 درهم. كاين النمرة النمرة الكبيرة كاع القياس فيها اللي هو 40، القياس فيها اللي هو 40 سنتيم، الثمن ديالها اللي هو 500 درهم، الثمن ديالها اللي هو 500 درهم. كيجيونا على هذا الشكل تبارك الله. شوفوا معايا الناس اللي تكون عندهم دائما المناسبات، انا راه تقال تبارك الله، راه ما قدتش للزوم، راه تقال هادو الناس اللي عزيزو عليهم المناسبات، وهو هاد الباك هذا كامله راه كاين متوفر فيه. كي قلت لكم القياس ديالو من 24 سنتيم حتى 40 سنتيم، من 24 سنتيم حتى 40 سنتيم. مرحبا بكم دائما، وعليكم مرحبا. صوني معايا كاين هاد الباك هذا اللي كيجينا فيه 7 ديال البياسات، هذا راه كيشبه لهذاك الاول ديال المقالي والكسرونات، حتى هو راه ما كيلصقش وما كيحرقش. كيجينا عندنا فيه هاد الكحل، وكاين عندنا فيه الكري، كاين هذا الكحل ديالو، كاين الكري. كي تشوفوا معايا كيجينا فيه 7 ديال البياسات، الثمن ديالو غتبقى لكم 700 درهم، يعني عوض ما تاخذوه 750 درهم، راه كيبقى لكم دابا الثمن ديال 700 درهم 14000 ريال. كاين عندنا البرامي راه عاود جاو فيهم دابا القياسات، كانت 10 و 12 لتر وكانوا سالو، دابا راه عاود جاو 4 لتر ديال 4000 ريال، وكاين 6 لتر 4600، كاين 8 لتر 5200، 10 لتر 5600، الكبيرة كاع تاع 12 لتر راه ديال 6000 ريال. بحال دابا جرى قياس تاع 8 لتر كنخدمو بها برمال، كنخدمو بها كاملة، كتولي لنا هكا بنجرة وكنخدمو بها عاوتاني برمال. أوريكم شوفو كاين عندنا هاد لونسومبل هذا، شوفو معايا هذا راه فيه واحد الثمن لي زوين غادي تاخدوه دابا. شوفو معايا هادو راه اينوكس، شي حاجة لي مزيانة راه اينوكس هادو، هذا الباك كامل اللي فيه 24 بياسة، هذا جو خذو راه ما غاديش يبقى، لأن الثمن ديالهم كان 20 درهم، هادي فيها 6 ب 20 درهم، هادي فيها 6 ب 20 درهم، هادي فيها 6 ب 20 درهم، ومع الصغار تاعهم كانوا 6 ب 20 درهم. دابا غاتاخذو هذا الباك كامل اللي فيه 24 بياسة، 6 ديال الماس، 6 ديال الفرشيطات، 6 ديال المعالق، و 6 ديال المعالق الصغار، غاتاخذو دابا الثمن ديال 70 درهم، الثمن ديالو اللي هو 1400، سارعو جو خذوه، هضرو فيهم 24 بياسة راه ما كيتحلوش، راه زوينين اينوكس، الثمن ديالهم اللي هو 70 درهم 1400 ريال. كاين عندنا هذا ديال الوليدات الصغار باش نشجعوهم على انهم يحكوا سنيناتهم، الثمن ديالهم اللي هو 13 درهم، راه فيه الزواق ديال الاولاد وديال البنات، الثمن ديالهم اللي هو 13 درهم 260، السنيار مع الشتاء مع الغراف ديالهم، الثمن ديالهم اللي هو 13 درهم. كاين عندنا هذا البخور ديال العود، راه جبنا فيه بزاف، جبنا فيه امير العود، جبنا فيه هاد الشيخ زايد، جبنا فيه اميرات العرب، راه جبنا فيه بزاف تقريبا عاشق العود حتى وجبناه، يعني كاع هذا ديال الشرق راه جبناهم، هذا راه تكون فيهم عود من الداخليه باش تعرفوا الريحه ديالهم، هذا راه ما كاتشرش. غاتشوفو نشوفو هاد العود من الداخل هادو، شوفو معايا هنا ترى فيه واحد العود من الداخل، ديما تيخلي هاديك الريحة مكتقطرش. الثمن ديال هادو اللي هو 60 درهم، الثمن ديال هادو اللي هو 60 درهم. كاين عندنا هذا ديال البخور، راه جبناه حتى هو اللي كنتقى لنا، هاد البخور هذا ديال الشرق حتى هو راه فيه واحد الريحة اللي زوينة، الثمن ديالو اللي هو 60 درهم 1200، هذا كنا جبناه وكان سالي لينا وسمع عليه بزاف الناس، دابا عاد رجع، الثمن ديالو اللي هو 60 درهم 1200، جيو خودو كنعرفو هاد المناسبة ديال عيد الميلاد راه كيخصنا هاد البخور. بالنسبه للروايح راه كاين بزاف تبارك الله، شوف معايا شوف معايا تبارك الله، يعني عوض ما تاخذهم 80 درهم 100 درهم، اسباس تركي جابت لنا الثمن ديال 20 درهم. انا صاحب الكادوات اللي بغيت تصالح مع راجلها، راه كاين رجال وعيالات، اللي بغيت تصالح مع مرته راه كاينين. شوف معايا الباك والثمن ديالو اللي هو 20 درهم، الثمن ديالو اللي هو 20 درهم تبارك الله. شوف معايا كيجيون على هذا الشكل، راه فيهم روايح هنا زوينين، كاين لومبالاج في الحمار، كاين الزرق، تشوفوا اللي بغيتو. ومرحبا بكم دائما، وعليكم مرحبا في محلكم اسباس تركي، كاين بزاف من تبارك الله ما يتشاف. البرودوي الصابون راه ما بقاوش، جيو خودو راه تكون تقريبا، ملي تقول لكم غتكون هذه اخر حلقه فيه، جيو خودو راه ما بقاش. الناس اللي خصهم برودوي تاع الصابون اللي كيجينا فيه 5000، فيه 5 كيلو من المانيا، وفيه 120 صبينه، كذا تشوفوا معايا هنا، هذا راه بالنسبه تخدمي باليد ولا بالماكينه اللي عجبك انت، فيه 120 صبينه كذا تشوفوا معايا هنا، وراه خاطر، فيه واحد الريحه بعدا اللي زوينه، فيه واحد الخطوريه كذا تشوفوا معايا هنا تبارك الله، شوفوا معايا شوفوا، فيه واحد الخطوريه هنايا، هذا راه 5 كيلو والثمن ديالو اللي هو ديال المانيا، والثمن ديالو اللي هو 85 درهم 5 كيلو، يعني راه كاين غير ديال 3 كيلو ديال 80 درهم 90 درهم، هذا راه فيه 5 كيلو والثمن ديالو اللي هو 85 درهم، راه فيه واحد الريحه اللي زوينه. كاين عندنا هاد الشفاف راه مازال كاين، هاد الشفاف لبس الطل ديالو كيتعصر، كذا شوفوا معايا هنا، هذا راه كيتعصر،
كاع تونا معاه جوج، هذا راه الشفاف الكبير القياس الكبير، الثمن ديالو ديال 130 درهم، الثمن ديالو ديال 130 درهم. كاين عدد المونتيما ديال الصباغ اللي الثمن ديالها ديال 100 درهم، كتجينا على هذا الشكل، كاينه في الكري وكاينه في البيض. الثمن ديالها اللي هو ب 100 درهم. كاين عندنا ماكينه الصابون الثمن ديالها 250 درهم، هاد ماكينه الصابون اللي كيجي نوع تاع السيليكون بالنسبه للناس اللي كيسافروا بزاف، ولا بالنسبه للوليدات الصغار ما كاينش تخدم ماكينه الصابون الكبيره، هادي راه مزيانه سيليكون وكتجمع لنا. الثمن ديالها هو 250 درهم 5000 ريال. كاين عندنا هاد البرودوي ديال الماعن، كنغسلو ديال الماعن حتى ورا كنجيبو كيتشير ما كيبقاش، هذا فيه ديال الخزامه. وكاين عندنا هذا ديال الحامض الثمن ديالو اللي هو 15 درهم، الثمن ديالو اللي هو 15 درهم. فمرحبا بكم دائما والف مرحبا بمحلكم سباس تركي. هنا راه كاين بزاف تبارك الله، لوجيتو راه كاين بزاف تبارك الله ما يتشاف. بالنسبه للتوصيل راه كاين اي حاجه عجبتكم، شوف معايا ديما كاين الصابون اللي قلت لكم راه هي جرى فيها هذا اللون، فيها الزرق وفيها الخضر. اي حاجه عجبتكم صوروها تواصلوا معنا، الثمن التوصيل اللي هو 20 درهم. كاين عندنا لي جدوغون حتى مرة الثمن ديالو 25 درهم، كاين عندنا باندوش حتى هو الثمن ديالو 25 درهم. اللي بغات كوبتيل ديال القهوة راه كاينة ديال لامارك تي اس بي، اجرها فيها 15 البار ديال لامارك تي اس بي، وفيها لا كارونتي ديال عام. الناس اللي كانوا يسولون عليها راه كاينة، كاين اللي فيها 15 البار وكاين اللي فيها 20 بار. هادي اللي فيها 15 بار الثمن ديالها ديال 1020 درهم، واللي فيها 20 بار الثمن ديالها ديال 1100 درهم. شوفوا نتوما اللي بغيتوا الثمن ديالها ديال 1100 درهم. بالنسبه للشكر اللي جيتو غتلقاهم راه كاينين بزاف ديال الموديلات هنايا. كاين عدد الكوبا اللي الثمن ديالها ديال 50 درهم. كاين عندنا هادي الناس اللي كيبغيو الكادوات راه كتجينا في هاد البوكس هذا، شي حاجه مزيانه وراه ثقيله. الثمن ديالها اللي هو ب 100 درهم، الثمن ديالها اللي هو ب 100 درهم. بالنسبه للبرامي راه كاينين فيهم كاع القياسات، بالنسبه للبرامي راه كاينين كاع القياسات. كاين عندنا هادو اللي سيليكون كنحركو بهم هاد الرجل العافيه راه كيمشيو على جوج، الثمن ديالو 25 درهم. كاين عندنا الباك اللي فيه 36 فيه 12 12 12، الثمن ديالو 600 درهم. ومرحبا بكم دائما وعرف مرحبا بمحلكم سبورت تركي. بالنسبه للاير فراير راه كاينين حتى هما، الاير فراير اللي كتجينا من لامارك فيزلر اللي غنيه عن التعريف راكم عرفتوها. عندنا هذا القياس هذا اللي فيه 2000 واط وفيه 5 متر ونص، الثمن ديالها ديال 650 درهم. هادي راه ديجيتال تاكتيل، راه عندها واحد الشبكات ديالها غير ما حاطينهاش هنايا، هادي راه طاكسي ملي كنخدمو راه كيطلع لنا الطاكسي ديالها هنا. 5 متر ونص كي قلت لكم دايره 13000 ريال. وكاين عندنا القياس ديال 8 متر ونص دايره 900 درهم، 18000 ريال اينوكس هاجي، وحتى هي ديجيتال طاكسيل 8 متر ونص، الثمن ديالها دايره 18000 ريال 900 درهم. وكاين عندنا هاجي اللي فيها 10 متر راه الثمن ديالها دايره 1000 درهم، هادي تاع 10 متر راه الثمن ديالها دايره 1000 درهم. وكاين عندنا ديال جوج بيبان، هادي راه فيها جوج بيبان، فيها الباب الصغير من هنا وفيها الباب الكبير من هنايا. شوفوا معايا هذا الباب الكبير، كاين عندنا الباب الصغير، كتصيب لنا اي حاجه وبلا زيت صحيه. الثمن ديال هذه ديال 1100 درهم اللي فيها جوج بيبان، راه الثمن ديالها ديال 1100 درهم. بالنسبه للثاني حاجه انا كاين في مراكش في المسيره الاولى حدا الجامع ديال تحيحيت، الناس اللي ما عمرها ما جات انا نعطيكم العنوان دابا، والناس اللي ما قدرتش تجي راه قلت لكم التوصيل، الثمن التوصيل اللي هو 20 درهم. كذا شوفوا معايا هنا، هذا هو جامع تحيحيت، هنايا المسيره الاولى جامع تحيحيت راه معروف، هذا هو الجامع كتجيو للجامع هنا. وانفاس مع الجامعه راه كاينه مدرسه، كاينه واحد المدرسه هنا سميتها عبد النزار اللي هي هادي، ها الجامعه هو تسولوا عليه المسيره الاولى. ها المدرسه وانفاس معاه على الجنب ديال المدرسه راه كاينه واحد الزنيقه هنا، الزنيقه المحل ديالنا هو مكتوب فيه اسباس تركي هنا، الا جيتوا راه المحل كاين في لاكاب كتنزلوا ليه بطروش. فمرحبا بكم وعرف مرحبا والسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.